تعال اقول لك ازاي تشرب ايس كوفي من ستاربكس ب 20 جنيه بس، تكمله لسلسله اي حاجه ب 20 جنيه او تعمل ايه ب 20 جنيه. فتعالى ندخل ستاربكس واقول لك ازاي تشرب ب 20 جنيه ايس كوفي، يلا بينا. واخد بالي ان اللوجو بتاع ستاربكس نفس اللوجو بتاع شاي العروسه. انا النهارده بلاقي تعبي خلتني عروسه، يعني عارف يعني ايه تحس ان عروسه النهارده بتتكرم. فكره الفيديو اصلا كانت من ادهم ستاربكس، وتطلبوا درينك واحد هتاخده التاني ببلاش ومن غير فلوس، ان هو قال لنا ان انت هتجيب كوبايه من ستاربكس مثلا ايس كوفي والكلام ده، وتجيب كوبايتين عليهم ايس بس، يعني كوبايتين فاضيين عليهم ايس، والكوبايه الواحده اللي من غير ايس هتعمل اتنين بايس. فاحنا ندخل دلوقتي ونشوف هل فعلا الكلام ده صح ولا لا، وهندخل ونعمل نفس اللي عمله بالظبط في الفيديو ونشوف هل هتبقى فيها تكاليف ثانيه ولا لا. فاحنا دلوقتي تجربه ادهم ونشوف هل ادهم فعلا كان عنده حق لما قال ممكن تشرب كوبايه واحده كوبايتين ولا لا. كده اول جزء نجح، ان احنا جبنا ايس موكا من غير ايس، ده شكله هيبقى ايس موكا عادي خالص بس من غير ثلج، وهيبقى عامل 50 جنيه بالظبط. اللي احنا بقى عايزين نعمله ان احنا عايزين ان كل واحد فينا يدفع 20 جنيه او يدفع 25 جنيه. فده بقى هيحصل ازاي؟ هيحصل ان احنا دلوقتي هنروح نطلب اتنين او كوبايتين ثلج فقط، نقول لهم عايزين كوبايتين فاضيين فيهم ثلج، هيدوا لكم كوبايتين فيهم ثلج. كوبايتين الثلج دول هنجيبهم ونحط فيهم الواحد موكا على الاثنين، وانت وصاحبك تدفع 25 جنيه بس فقط وتاخد كوبايتين ايس موكا. فتعالوا دلوقتي نجرب ونشوف هل الموضوع ده فعلا نجح زي ما ادهم بيقول ولا مش هينجح. بعد ما رحت عشان اقول لها عايز كوبايتين كبار زي اللي انا خدتهم دول بس يكونوا ايس او يكونوا ثلج فقط، قالت لي لا ما ينفعش، احنا اصلا الكوبايه بتطلع من عندنا مليانه، اقل كوبايه عندهم كبيره فيها امريكان كوفي والكلام ده ب 35 جنيه، فهي هتحاسبني على الكوبايه فاضيه ب 35 جنيه. لكن فكره قلت لها ما ينفعش اخد ان انا اخد كوبايه عاديه فاضيه بس فيها ايس، قالت لا ما ينفعش، لان انت لو خدت كوبايه واحده بس فيها ايس هتحاسب برده عليها 35 جنيه. فهو في الفيديو قال ان انت ممكن تجيب من عندهم كوبايتين ومش هيقولوا لك حاجه وكده، بس هيديكوا كوبايتين تانيين وهيحط لكم فيهم الثلج وببلاش. انا رحت قلت لهم نفس الكلام، قالوا لي لا، ودوني كوبايه صغيره، كوبايتين صغيرين فيهم ايس، واللي هو يعني اللي هو جدا اللي هو خد عشان انت بس عايز كوبايتين ثلج بس ليس الا يعني. فالتجربه فشلت، مش عارف هو عمل ايه، هو صور في البيت الجزء الثاني ده. فانت ممكن تجيب ايس موكا بس ب 50 جنيه، وتروح تقول لها عايز كوبايتين صغيرين، وتتصرف بقى بعد كده بقى كوبايتين صغيرين ببلاش، وتتصرف بقى بعد كده بقى تصب كل شويه بقى حبه وتشرب وكده. لكن ان انت تجيب كوبايتين بقى كبار ممكن بقى في البيت زي ما هو عمل، لكن فكره انت تعمله في المحل مش نافعه خالص. هو الخطه ما نجحتش بالظبط زي ما احنا عايزين او زي ما ادهم قال، ولكن لو انت جيت فكرت فيها هتلاقي برده انت برده في الاخر عملت لك اربع كوبايات صغيرين اللي هو دبل شوت الكوبايه الصغيره دي، فبرده حلوه لو انت مثلا انت وصاحبك وكده بس هتصبه بس ايه اربع مرات، او لو انت واربع صحابك هتصبه كل واحد يا باشا واحد وايه في العلالي بقى خالص بقى. لكن فكره انت تجيب كوبايتين كبار تملاهم والكلام ده ما نفعتش. فممكن نعملها في حركه تانية ان احنا نجيبها ونروح البيت ونجرب وكده، ولكن في المحل ذات نفسه ما نفعش. فمشي حالك بقى ايه بالدبل شوت الصغير بقى، الكوبايات الصغيره اللي حطيت فيها تلج دي، ويعني التجربه ممكن نقول نجحت بنسبه 75% ولكن مش 100%. يعني ممكن برضه تحطها في سلسله تعمل ايه ب 20 جنيه او تعمل ايه ب 25 جنيه، او ازاي تشرب ايس كوفي ب 25 جنيه بدلا من 50 جنيه. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.